مساء النور، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، زي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. قرار الأمس طرح عدة تساؤلات، عايز أعرف من حضرتك بداية، إيقاف رئيس نادي الزمالك 4 سنوات بعد حيثيات أعلنتوها بناء على قرار التحقيق، ما هي الخطوات التالية فيما يخص هذا القرار؟ القرار طبعا تم بناء على شكاوي قدمت، مش هنخوض في الكلام ده، انتوا اتكلمتوا فيه كتير الحقيقه. خلاص تم تحويل هذه الشكاوي الى لجنه الهيئات والقيم عندنا برئاسه المهندس ياسر الديس، بصوا فيها خلاص وطلع قرارهم بتحويلها للتحقيق. تم تحويلها للتحقيق، تم التحقيق مع جميع الناس الشاكيه، وتم التحقيق ايضا طلب التحقيق مع السيد مصطفى المنصور. خلاص، والحقيقه هو بعد 3 محامين كل اللي قالوه لا هو مجلس النواب ومش من حقكم، فهمناهم ان لا ده امور رياضيه ما لهاش دعوه خالص بالشق الجنائي ولا قصه من دي على الاطلاق. هم رفضوا خلاص يتكلموا، ما فيش مشكله خالص. طلع القرار دخل مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه في اجتماعه بالامس زي ما انتم عارفين، وطلع القرار اللي انتم شفتوه بتاعنا. القرار هل هو ملزم ولا مش ملزم ولا الكلام اللي بنسمعه في كل حته؟ الحقيقه قرارات اللجنه الاولمبيه ملزمه على جميع الهيئات التابعه لها. تمام؟ ملزمه بمعنى ايه؟ احنا النهارده حضرتك بعتنا اختار للسيد مصطفى منصور. خلاص لازم تفرق بين السيد مصطفى منصور وكيان نادي الزمالك. ده انا هقف عند النقطه دي كمان شويه بعد ما تخلص كلام حضرتك. قوي قوي. اتفضل. خلاص نادي الزمالك ملوش اي دعوه بهذه القصه على الاطلاق، ولا انديته ولا 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 النادي ولا اللعيبه ولا الفرق ولا الدوريات اللي بيلعب فيها ولا اي حاجه من دي على الاطلاق الحقيقه. تمام. ما تخلصش الامور. هو في شخص خلاص اخطا، خلاص من وجهه نظر التحقيق، وتم معاقبته. تمام، وله حق الاستئناف. خلاص يعني له حق الاستئناف. هم اختاروا النهارده. تمام اوكي، بجواب رسمي. ايوه. له اسبوع ان يستأنف خلاص عندنا في اللجنه الاولمبيه ويقدم حيثياته. قد يكون في خطا، قد يكون هو صح، قد يتم تخفيف الحاجه لو هو هيقدم حيثيات يشوفوها انها تستاهل ان الكلام القرار كان خاطئ مثلا يعني. تمام، او الحكم يفضل زي ما هو. تمام تمام، يفضل زي ما هو. لو ما عجبوش برضه ليه اجراء اخر، وهو الذهاب الى مركز التحكيم الرياضي خلاص ويرفع قضيه هناك. لو ما خدش قرار ايوه يعجبه، من حقه الذهاب الى المحكمه الرياضيه الدوليه الكاس لوزان، ولحد ما يستكمل كل خطوات الاستئناف والطعن. القرار بيتوقف ولا بيسري؟ لا، توقف ليه حضرتك؟ يعني شغال من النهارده. القرار ساري، بس خلينا نفرق حاجه في القرار، لان الناس برضه بتقول لك الله انتوا كده نادي الزمالك وبتهددوا انكم توقفوا نادي الزمالك. خالص حقيقه احنا بنناشد مجلس اداره نادي الزمالك خلاص، بنقول له خد بالك خلاص احنا دلوقتي تم وقف الاستاذ مصطفى منصور. فلو جالي جواب خلاص كلجنه اولمبيه خلاص اي جهه رياضيه تحكيم خلاص من السيد مصطفى منصور، لن يعتد بي. لو تبعت لي جواب ممضي من نائب الرئيس، ممضي من المدير التنفيذي، على راس من فوق، كل الامور بتاعت النادي شغاله طبيعي، مفيش اي مشكله فيها على الاطلاق. تمام، احنا وقفنا شخص، الشخص هذا الشخص ما ينفعش يجي لنا منه اي مراسلات او اي حاجه خلاص، لان هو موقوف. ايوه تمام. ودعيتم مجلس الاداره للدعوه للانتخابات؟ لا، احنا قلنا ما دعناش لمجلس الاداره، مجلس الاداره حضرتك كل الهيئات الرياضيه بمنتهى الوضوح، كل الهيئات الرياضيه في مصر، اتحادات وانديه وكذا، قانون الرياضه قانون 71 سنه 2017 اشار بايه حضرتك؟ اشار ان في مده قانونيه للدعوه للجمعيه العموميه السنويه. تمام. اللي لازم تتعمل. تمام؟ المده دي امتى؟ ما بين يوم 1/7 نهايه السنه الماليه الى 30/10. مظبوط. كل هيئه رياضيه في مصر بلا استثناء لابد ان تدعو لجمعيه عموميه في هذا التوقيت. تمام. ثم تقام بقى في التوقيت اللي هو لو انت عندك مثلا من 30 ل 45 يوم بعد الدعوه، تقام في موعدها الطبيعي. وبالتالي بما ان الزمالك عمل جمعيته العموميه العاديه من فتره في شهر 7، جمعيته العموميه المقبله هي بتاعت السنه اللي جايه؟ قد يكون، انا ما اعرفش حقيقه الجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك او كل نادي عملها امتى، انما هي لازم تتعمل كل سنه ما بين 1/7 و و30/10. تمام. طيب يبقى ايه الاجراء؟ لو واحد ما عملش، ايه الاجراء؟ خلاص الاجراء ان حضرتك لما هتفتح الجمعيه العموميه او يعني الجدول الاعلان بتاع الجمعيه العموميه، لو في مكان شاغل في مجلس الاداره بالقانون غصب عنك انك انت لازم تفتح باب الترشح عليه. تمام. تمام. طيب افرض في جمعيه خلصت. خلاص وانا مش متابع الحقيقه، لو في جمعيه خلصت اوريدي عدت. تمام، ايه اللي بيحصل؟ ايوه. لو المجلس مكتمل خلاص يعني اكثر من 50% زائد واحد، بيكمل بكيانه كده زي ما هو الى اقرب جمعيه عموميه
خلاص يجي ميعادها. تمام. ففي لوائح واضحه وصريحه للجميع، ما فيهاش الحقيقه اي خلاف من اي نوع. انما تمام. بقى اصل احنا نادي الزراعه هنوقف اللعيبه، لا خالص حقيقة. متى